إخوتي أرحب بكم من جديد، والآن نصل إلى النتائج. أدعو النجمة رنا ريشة لمنح تنويه خاص من لجنة التحكيم، تفضل. مساء الخير نجمة. منحت لجنة التحكيم تنويها خاصا لفيلم سلم دول كبير للشابة يارا شما. أيضاً أدعو، سأقول نجمة لأنكم طبعاً منورين يعني متألقين، أنتم نجومنا أكيد وأيضاً فنانين اللي نحن بنعتز فيكم. أدعو أيضاً الفنانة النجمة روعة ياسين لتقديم جائزة أفضل سيناريو، تفضل. مساء الخير. أنا قبل بس ما أقول الجائزة بدي أشكر كل القائمين على المهرجان، وبدي أقول هيك مهرجان بيلبق لنا كفنانين وبيلبق لبلدنا الغالي سوريا. جائزة أفضل سيناريو تذهب لفيلم 10 دقائق بعد الولادة إخراج نادين الهبل، وتمنح لكاتب السيناريو ماهر المونس. شكر وعذر، شكر لكل اللي موجودين، لكل اللي ساعدوني من بسمة لليرة، وبدي اعتذر من وجع الناس لأنه نحن نكتب على وجع الناس وعلى وجع البلد، بدي اعتذر من وجع هذا البلد. مبارك. أما الآن فأدعو المخرج جود سعيد لتقديم جائزة أفضل مخرج، تفضل. مساء الخير. هلا اليوم ما لبست الطقم مثل الافتتاح لانه جيت على الافتتاح المره الماضيه، في اكثر من حدا وقفني انه حضرتك اخوه لجود سعيد، قلن ايه طيب ليش مقاطع ليش مو جاي؟ سكتت ضليت مكمل باتجاه الباب، وصلت على الباب ثلاثه عملوا لي هيك، قلن شو في يا شباب؟ قال مو حضرتك من الامن مشان تفتشنا؟ فرجعت طبيعي وعطائي. بدي احكي كلمتين عن هذا المشروع اذا بتسمحوا لي. معلش كلنا مشوبين. هذا المشروع صار لنا 3 سنين عم نشتغل عليه. بيستاهل من كل الشباب المهتمين بالسينما المتابعين حضورا والفاعلين والعاملين بها، بيستاهل منهم الاحترام والوقوف عنده. هذا المشروع انجز في سنوات الحرب على وطننا. هي الحرب اللي عم نقاومها بدءا من عرق الجندي العربي السوري، انتهاءا بابسط صوره عم تصنعوها انتم كشباب وعم يصنعوها الاختصاصيين. خليني اقول بتمنى على كل الشباب اللي عم ياخذوا جوائز اليوم واللي ما اخذوا يطلعوا من هون يفكروا ببكره. شباب موهبتكم شوفوها بعيون الناس، بمرايتكم شوفوا ثقتكم ببكره بهي البلد. بتمنى انه المشروع يكفي، واكيد انا متاكد انه هذا المشروع راح يكفي. جائزه افضل مخرج او افضل اخراج راحت لفيلم، راحت لطرطوس بالمناسبه، كانوا في كثير عالم من طرطوس، لفيلم جوليا لسيمونسكي.
خير. بداية شكرا لكم جميعا لحضوركم، شكرا للمؤسسة العامة للسينما لكل شيء قدمت لنا اياه ولهذا المهرجان. بدي اشكر كل شخص شارك بجوليا، هي جائزة لكل شخص شارك بكلمة او بفعل او حتى بمجرد دعم للفيلم، وبتمنى الايام اللي جاية تكون احلى لنا وللبلد. شكرا لكم. مبارك. أدعو الآن مرة أخرى رئيس لجنة التحكيم الكاتب الأستاذ محمود عبد الواحد لتقديم جائزة لجنة التحكيم الخاصة. تفضل. مشكورا. جائزة لجنة التحكيم الخاصة مع فرصة إخراج فيلم قصير احترافي ضمن الخطة الإنتاجية للمؤسسة العامة للسينما تمنح لفيلم ضجيج الذاكرة للشاب كوثر العراوي. لتقديم الجائزة البرونزية أدعو الفنان خالد القيش. تفضل. مساء الخير. حاب أقول كلمة أنا. هذا المشروع هو حلم لكثير من شباب سوريا. شكرا كثير على هذا الحلم ويريد يستمر مثل ما قال جمود. بتمنى كثير أن يستمر. الجائزة البرونزية مع مبلغ مالي وقدره 200 ألف ليرة سورية تمنح لفيلم تراك للشاب هيثم مسعود. الفضية فأدعو الفنان متألق محمد خير الجراح لتقديم الجائزة. هلأ أحلى شغلة بالسينمائيين واللي بيصنعوا أفلام إنه هن ما بحبوا كتير يتصوروا، بيحبوا يعملوا أفلام أكثر. شكراً كثير للسينمائيين الشباب. هلأ رسمي كثير بدنا نصير. الجائزة الفضية مع مبلغ مالي قدره 250 ألف ليرة سورية تمنح لفيلم سسبنس تبع خطوة أمل للشاب فراس كانوسية. أنا بحبكم كلكم. بدي أهدي فرحي والجائزة اللي أخذتها ولغتي السينمائية لسوريا أولاً، الأم، لأمي، لأهلي، لرفقاتي، للكل. أنا بحب كل الناس وبتمنى كل الناس تحب الشغل اللي عم بعمله. أنا بعتبر حالي بهالأزمة لما أنجزت فيلم وأخذ جائزة علي إني حاربت مثلي مثل كل الناس. بدي ضل حارب من أجل الخير والفرح والناس. شكراً. تحيا سوريا. مبارك ايضا. الجائزه الاخيره يعني ايها الحضور الكريم طبعا هي الجائزه الذهبيه، لذلك سادعو الفنانه الكبيره القديره سلمى المصري. تفضلي لتقديم الجائزه. بس بدي اقول كلمه انا. سوريا يليق بك الفرح، فعلا
سوريا دائما لازم تكون فرحانة ولازم تكون دائما ضحكانة. بتمنى يا رب إنه أفراح سوريا تدوم ونشوف هالشباب كلياتهم عم يبدعوا ونشوف أعمالهم. الجائزة الذهبية مع مبلغ مالي قدره 300,000 ليرة سورية تمنح لفيلم دوران للشاب وسيم السيد. بشكر وزارة الثقافة، بشكر المؤسسة العامة للسينما أستاذ محمد الأحمر، بشكر لجنة التحكيم، بشكر كل الكاست الفني اللي اشتغل معي بفيلم دوران، وهي هاي الجائزة متكاملة، العمل الفني متكامل، فهي جائزة لكل الكاست الفني اللي شارك معنا بهذا المهرجان. بشكر شريكي وصديقي علي وجي الكاتب، وبشكر أسرتي اللي وقفت جنبي، شكرا كثير لكم. ألف مبارك لكل الفائزين في هذا